كان الهدف كما في كل مرة تنظيم اعتصام بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء للتذكير بضرورة البدء بملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية. انتظروا، قرأوا بيانهم، ثم قرروا أن يسيروا باتجاه القصر الجمهوري على الصوت يصل إلى مسامع المجتمعين. فكان الإشكال شرفوا يا زلمه على الشمال على الشمال على الشمال ما بنقطع طريق ما بنقطع اقسم بالله بده يمشي بالعكس ما بقول اقسم بالله بده يمشي عكس ما بقول بده ينزل له الدم من وجهه هلا خلي حدا يخلص انا قلت لك جاي حدا ليه ما عم تسمعي انا ما خصني ما تعصب ما تعصب ما بعرف شو ورا بس انا ليش انا ليش جاي حدا ما يحسب كل العالم الأساتذة كانوا طلبوا أن يقابلهم أحد المعنيين بالملف وإلا لن يغادروا المكان، فإذا بحرس رئاسة الجمهورية يبلغهم أن مستشار الرئيس سيوافيهم لينقل مطلبهم، وهكذا حصل. لكن النقاش انتهى أيضا بصراخ وإشكال، فغادر المستشار ممتعضا لكن بعدما استمع إلى مطلبهم. وعدنا أنه رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية بده يفرغنا، كل واحد له حق بهالبلد بياخده. صرنا 4 سنين عم نتعذب على الطرقات، صرنا 4 سنين بالشمس، هلا شفنا هلا صرنا ساعة ونص. اجى هلا ضابط بالجيش بيقلنا اذا حدا بيقرب نحن بدنا ننزل الدم من وجهه. نحن دكاترة الجامعة عم نعلم اولادهم. الملف منجز من 6 اشهر، منجز اكاديميا، وافق عليه معالي وزير التربية. بدنا جواب ليش لحد اليوم لا يملك قرار التفرغ. نحن وقت يوصل لعنا هالملف نحن رح وصل ورجع وينه ما وصل لعنا ما بعرف مين ردوا لا وصل الملف انا عم بحكي معكم انا عم بنقول له لفخامه الرئيس كل شيء فخامه الرئيس لازم تعرفوا تماما برجع وبقول لكم قلت لك اياها وقلت لكم اياها وقت اجيت لعندي كل مين يستوفي الشروط إله حق بالتفرغ نحن معه لآخر اليوم قبل بكرة اليوم قبل بكرة هذا الملف إذا في عرقلة تقنية أو فنية أو موضوع معين موجود أكان الأساتذة كانوا ذكروا بقضيتهم خلال الاعتصام الذي نفذوه على طريق القصر الرئاسي. الرفض التام لأي ربط لإقرار التفرغ بتشكيل مجلس الجامعة تحت أي ذريعة تكن. ثانياً، إن ملف التفرغ منجز منذ عدة أشهر وندعو الحكومة إلى إقراره على طاولة مجلس الوزراء المقبلة. ثالثاً، عدم إسقاط لأي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ. وفي النهاية فك الاعتصام بعدما أودع الأساتذة مطلبهم مجلس الوزراء المجتمع في القصر الجمهوري. الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يهددون بعدم بدء العام الدراسي وبالإضراب المفتوح إذا لم يبت بملف التفرغ. برنا نعم شديد، MTV.